السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لزلدا لينكس أويكنينج في الحلقة اللي طافت على طريقنا للمكان هذا اللي هو مستنقعات غوبانغا. أنقذنا الحيوان أو الكائن اللطيف اللي هو باو واو، وحنا على طريقنا قلنا خلونا نكمل المكان اللي جينا عشانه اللي هو الدنجن هذا اللي هو دنجن مستنقعات غوبانغا. فخلونا نستأذن منه ونقول له شوي ونجيك ونخش للدنجن الثاني الموجود في الانسترومنت او الآلة الموسيقية الثانية. فزي ما تشوفون في البداية عندنا صندوق ما راح نقدر ناخذه بسبب القوارير الثقيلة هذه الموجودة. فخلونا نكمل قدام. في البداية نشعل النيران هذه الموجودة هنا على اساس نقدر نخش الباب، لكن ما ادري شلون فهيت ان المكان اللي على اليسار يحتاج مفتاح. فراح نشوف الوحش هذا الثاني اللي هو الهيكل الاصفر اللي يسوي جراوند باوند يهجم عليك، غير عن الابيض اللي يبتعد عنك كل شوي. فكذا راح نقدر ناخذ المفتاح الاول اللي هو الصغير، وما راح اخليها بخاطر بما اني اتجهت يسار على طول. خلوني اروح يسار وافتح الباب الموجود هنا. لازم انتبه من هذول، اقتل الموجودين هذول كلهم. ممتاز، ما يحتاج اني اشعل الشعلات الموجودة هنا، ونفس الشيء هنا ما راح احتاج. فراح اخذ اللي موجود في الصندوق. فاخذنا اللي هو المنقار الحجري. فمجرد ما اشوف اي تمثال للبومة راح يعطيني هنت من غير اي مشاكل. مو شرط الهنتات دائما تكون كويسة، بس راح القى هنتات كذا ولا كذا. طيب انا كذا الحين مو اني تورط، بس ما راح اقدر اروح لتحت على طول. فلو بشوف بالخريطة تحت عندي مكان واحد بس، فالافضل مجرد ما اخذ مفتاح اروح هناك على طول اني اختصر على نفسي. يلا خلنا نستفيد من البومة الموجودة بما ان عندي المنقار. يقول لك ان الكريستالات هذه مجرد ما تضربها على حسب لونها راح يرتفع البلاتفورم وينزل. وهنا راح نلقى اول وحوش جديدة بالنسبة لنا اللي هو الشاي جاي. فزي ما تشوفون حركته ميمك حركتنا. فخلونا نفعل هذا ونفس الشيء هذا على اساس نضرب الاخ اللطيف، مع انه ما راح احتاج اني اقتله. نقول مفتاح، يا سلام، ممتاز ممتاز جدا. طيب بما ان حصلنا مفتاح احس فرصة كويسة. شوفوا هذا قلتش وما قدر يتحرك، والمفروض انه يتحرك على حركة او الحركة تكون زاوية. فخلونا الحين خلنا نقتل هذا لانه هو المزعج الثاني خواف. فممتاز، هذا الشاي جاي. فزي ما تشوفون ما راح اقدر اقتله هو يطالعني، فيبغالي اعطيه الضربة هذه اللي هي ضربة التشارج وهو معطيني ظهره. فخلونا نقول مفتاح ثاني او خريطة او بوصلة. اوكي ممتاز، اخذنا البوصلة. فاي ايتم خفي، طبعا راح نشوف الايتمات حقت الخريطة كلها، معنا ما انفتحت لنا الاماكن كلها لان ما اخذنا الخريطة او ما توجهنا لكل مكان بالاحرى يعني. فخلونا نشوف، هنا رحنا المكان هذا، فلازم نروح لهم الجهة الثانية. جميل جدا، نفعل هذا على اساس نكمل طريقنا. ممتاز، البوصلة رنت، فمعناها ان في شيء خفي. ضغطنا السويتش وطلع لنا الشيء الخفي. على الارجح مفتاح ثاني. خلونا نشوف، يبدو لي انه مفتاح ثاني فعلا. اوكي، هي مفتاح ثاني واضحة، يعني واضحة وصريحة. طيب المفروض ان نروح فوق هنا جهة الشاي جايز اللي شفناهم. نفس الشيء نضربهم بالطريقة هذه، وبعدها راح ينزل لنا المفتاح. ما راح نقدر ناخذه من هنا، فلازم نروح يوتيرن للجهة هذه. فكذا تقريبا احنا خلصنا جزء كبير من الدنجن، الجزء السفلي بس. يلا ما عليه نروح ونلقط المفتاح. كذا جميل، صار عندنا مفتاحين. نفعل هذا عشان نقدر نخش، وبعدها نروح فوق كذا. حتى لو رجعوا الشاي جايز مرة ثانية لو قتلتهم ما راح اقدر استفيد. والله ما نقول مشكلة، مع ان زادت الفلوس ولازم اني استفيد منها. زي ما تلاحظون البوصلة ما طلعت صوت، معناها كذا ولا كذا ما راح احتاج اني اقتلهم. يلا خلوني اخذ هذا على اساس الدمج، ما الدمج خصوصا قبل لا اقابل الميني بوس. اوكي، قاعد اطالع بومة. شوفوا كيف فادني ان ما نقصني كثير.
البومة وتقول لنا رجع البلوكات على الديزاين الصحيح تبعها، فما عندكم اي مشكلة راح ارجع البلوكات. المفروض راح يطلع لي شيء نقول اوكي بوابة للسكشن تبع التو دي، فخلونا ننزل زمان على موضوع التو دي والقنبات والاشياء الجيدة هذه اللي موجودة. ف من الاشياء الحلوة اللي في سكشن التو دي لما نسوي ضربة الشارج ما تكون حول لينك، تكون كذا فوقه، فقالوا لك اضافة لطيفة الى حد ما. ما راح احتاج اني اولع هذول، فخلوني اروح للون واي واقابل الميني بوس. انتبه منه لانه هو غير انه يرمي قنابل يمسك، فخلوني احاول اني اجلده. ابتعد عنه، هذا اللي كنت خايف منه. والله دمجه ولا ويضحك بعد. طيب ابتعد عنه، والله اني ابتعدت عنه يا جماعه الخير. طيب كذا ولا كذا راح استفيد، راح استفيد من شو السالفه يا نضربني ضرب. خل ابتعد عنه كثير، خل ابتعد عنه كثير على اساس انه ما يمسكني ولا اتفلسف. كذا اخذنا الفيري الموجوده هنا، في نفس الوقت راح ينفتح لنا بورتل يودينا على بدايه الدنجن، فما هي مشكله. طيب خلوني اتوجه هنا على البومه، خلونا نشوف وش تقول. تقول في البداية اقتل السجين وفي الأخير اقتل الهيكل أو الجمجمة، فراح نحتاج الشغلة هذه لأنه واضح أنه هنت راح نستفيد منه. فخلونا نخش هنا، طبعا عندنا هذا الشيء اللي يشفط فيبغالنا أن ننتبه منه. نروح لجهة الصندوق وناخذ الخريطة، فصار عندنا الخريطة والبوصلة وأيضا المنقار، فراح يبقى لنا الايتم تبع الدنجن بالاضافه الى مفتاح النايت مير تبع البوس. فكذا بما ان ما راح نقدر نروح يمين بسبه القوارير المزعجه هذه، فراح نستخدم اخر مفتاح عندنا على اساس ان نروح يسار. في نفس الوقت عندنا الوحوش الجديده اللي هم البوه. طبعا البوه في ماريو يخافون من الانوار او من الاضاءات او انك تطالع لهم، لكن في الظلام يكونون شجعان ما ادري شلون. فكذا راح نقدر ناخذ الايتم تبع الدنجن اللي هو سوارة القوة او الباور بريسلت، فراح نقدر ان نشيل القوارير الموجودة. طبعا في زلدة في الجزء القديم اللي على الجيم بوي كان كل ايتم حرفيا لازم تضغط ستارت عشان تحطه، يعني السيف لازم اضغط ستارت عشان احط السيف فوق، تشوفون في الواي والاكس. لكن هنا اختصروا او سهلوا علينا اشياء كثيرة صراحة، فما قصروا. طيب ايش اللي راح يبقى لنا كذا يا ابو السعادة؟ راح نتوجه يا حبيبي هنا، بعدين اضرب هذه، ايوه كذا زي الفل. راح ارجع للجهة اللي ما رحت لها. طيب ممتاز ممتاز، اوكي ماني عارف هل بحتاج قلب ولا لا. صار عندنا الطريق هذا سالك، اللي هي هذه الجهة اتوقع. حسبي الله عليك الخفاش، مزعجين الخفافيش في الجزء هذا صراحة، في زلدة بشكل عام مزعجين. طيب هنا ما رحنا لأن ما كان عندنا الباور بريسلت، فأروح للسكشن 2D وراح نقابل وحوش جديدة اللي هم البيرانا، البيرانا بلانت. فقبل لا تطلع لنا البيرانا بلانت خلوني اخذ قلب بالحركة السرية هذه اللي تدوس على قنبة بس تكفين لا تطلعين لي، راح تطلع وحتى شكلها فخم صراحة. زين انها من ضربة واحدة تموت على طول، فخلونا نطلع. فهذا اللي كان يقصده، اقتل في البداية السجين وفي الاخير اقتل الجمجمة. فهذا السجين قتلته وبعدين اقتل الخفاش وفي الاخير اقتل هذا، لان لو ما سويته بالاوردر هذا ما راح اقدر اخذ الايتم هذا. فادني موضوع المنقار هالمره غير اني اجرب وهذا، فلو اني ما سويته بالاوردر هذا ما راح اقدر اخذ النايت مير كي. فكذا نقدر نقول ان اخذنا الايتمز كلها، راح يبقى لنا الايتم اللي في بدايه الدنجن راح اخذه بعدين وانا طالع، مو مشكله كبيره. فكذا بالاخير راح، طبعا الوحش هذا ما راح اقدر اقتله الا اذا رميت عليه شيء اللي هو الارنب. فكذا انفتح لنا السكشن السفلي، فخلونا نخش وننزل. ما راح نقدر ان نتكور،
الشغلة المضحكة في الجزء هذا انه مو بس تقدر تشيل شيء، تقدر تشيل شيء وتتسلق فيه، فكذا ولا كذا راح احتاج اسوي هالشيء على اساس ان هذا ينزل، لان اشوفه لو اني رميته وكسرته راح يرتفع، ف راح نتسلق وبالاخير راح نشوف الباب اللي يودينا الى البوس. اوه كاني ضغطت الزر الغلط للنقز، فما عليه. فنروح ونقابل البوس الثاني اللي هو جيني اتوقع. المارد، مارد ومهرج في نفس الوقت، يعني داخل قارورة ايش بيطلع. فيلا يقول لك I am your bad guy، ما يحتاج ترجمة. ففي البداية يبغالنا ان نبتعد من الطلقات اللي راح يطلقها علينا الفاير بولز. اوكي ممتاز، اوكي نضربه على اساس ينزل. بعدها يقول انه هو مجرد ما يكون جوا ما راح يتدمج بالسيف، فلازم اصقع بالجدار. ما إيه بالضبط هذا اللي يقول، ما راح تقدر تضرني او تدمجني لما اكون داخل القارورة تبعتي. فزي ما تشوفون في تشققات في القارورة حقته، فممتاز كذا اخليه اول ما يهجم، فزادت تشققات زي ما تشوفون، فراح يسوي الضربة هذه للمرة الاخيرة، لان اتوقع انه باقي رمية واحدة لها وخلاص وتنكسر بالكامل يعني. طيب يلا انزل، انزل ممتاز كذا ارميها وكذا طلع. كسرت القارورة حقتي، خليتني مرة زعلان او معصب. ففي البداية يكون مختفي، المفروض انه يرمي رميات ويسوي حركات او يضرب خلونا نقول، بس كأنه دمجني بزيادة، فيبغالي انتبه صراحة. لما يطلع لازم ابتعد كثير عن المكان الطلقة حقته، مع انه جالس يلحق كذا. المفروض انه يكون باقي ضربة واحدة بس، لا فخلوني اشحنها مجرد ما يضربني كذا. خلاص مو لازم كذا ولا كذا، ما راح استفيد كثير او ما راح انقص يعني باكثر مما نقصت. فاخذ الهارد كونتينر وراح نوصل الى 5 قلوب اخيرا. في نفس الوقت انفتح لنا للآلة الموسيقية الثانية اللي جايين عشانها، فناخذها. جهة المراعي، المراعي تنتظرك. قبل كل شيء لازم ما انسى اخذ الصندوق هذا، مع انه مو بذيك الفايدة يعني، كلها 50 بس. يلا فكذا خلصنا من الدنجن ولمح لنا المكان اللي المفروض نروح له اللي هو البراري او جهة البراري. فكذا نقدر نقول ان احنا مستعدين ان نرجع الباواو لصاحبته او مالكته. ما ادري ليش بغيت اقول مدام نفيخة، ما ادري وش كان اسمها، مدام مياو مياو. في نفس الوقت عندنا الجامد هذا فامورنا طيبة، في نفس الوقت عندنا الباور بريسلت ان نروح ونسوي اشياء كثيرة ما كنا قادرين نسويها او اشياء ناخذها. هذا شيء مرة بدري، من يعرف ليش جيت وتحمست، ما هو هنا ابدا. لكن عموما نروح للجهة هذه، ممتاز كويس اني جيت للجهة هذه لانه راح يكون ابجريد لنا. فنروح للجهة هذه ونولعها، فيطلع لنا الشخص العجيب او المارد اللي ساكن هنا. انت يا ولد، انت اللي صحيتني من نومتي، شكرا لك. الحين راح انتقم، انت جاهز؟ راح اخليك تشيل باودر زيادة اكثر من اللي جالس تشيله. جاهز؟ ايوه جاهز. ايش
ايش التناقض هذا؟ شكرا وراح انتقم. طيب شكرا، انا اللي اشكرك. فبدال ما صرت اشيل 20 من الماجيك باودر صرت اقدر اشيل 40. فهذا المكان حق الابجريد الموجود في الغابة. طيب يا الفاواو يلا اهجم عليه. فكذا خلونا نطلع الى المدينة. راح افتقد الفاواو صراحة. اذا تتذكرون السيشل او الصدفات اللي كنا نجمعها، احنا جمعنا واحدة فهذه الثانية، هذا مكانها، مو انه شيء ضروري ان ناخذه الحين، بس بما ان على طريقنا ليش لا. فكذا احنا رجعنا للميب فيليج ورجعنا باواو معنا بكل جمال على قولتهم. فخلنا نروح عند صاحبته، خلنا نشوف ايش المكافأة اللي راح تعطينا اياها. انا اشكرك من كل قلبي على اللي سويته، الباواو تبعي انت جدا ولد طيب ورهيب، كيف راح اقدر ارجع لك او كيف راح اقدر اكافئك؟ طيب شكرا، هذه الريوارد يعني او هذه الجائزة، ومحظوظ ولا اشوف وجه بعد خجول. طيب شكرا. المهم بما ان عندنا فلوس كثيرة خلونا نروح للسوق ونصرف بعض الفلوس على كم من ايتمز راح يفيدونا في الحلقات الجاية خلونا نقول. ففي البداية خلونا ناخذ الشبل لو سمحت، عطني اياه ب200، ما في مشكلة، فلوس كثيرة عندنا، فلوس كثيرة. وفي نفس الوقت الايتم هذا اللي هو القنبلة راح نستفيد منه اكيد في المرات الجاية. مو عارف انه اوكي هذا هو ممتاز. وفي نفس الوقت القلب راح نستفيد من ربع القلب الموجود، فاحنا اوريدي عندنا 3/4، فهذا الربع الاخير، فصار عندنا 6 قلوب زي ما تشوفون، فامورنا طيبة. وراح نتكلم مع اللي هو تبع التليفونات على اساس يعطينا هند اكثر للمكان الثالث اللي وجهونا عليه. فإلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى أنكم استمتعتوا وإن شاء الله نكمل قريب. نشوفكم على خير، استودعتكم الله وفي أمان الله.